السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال على إضافة كونكشن في الحاجات الخاصة بالاستراكشر. من الاستراكشر بلاقي كونكشن، بتبدأ تدوس عليه وتبدأ تختار الحاجة اللي أنت عايز تضيف ليها الكونكشن. تمام، هو أنا هيضيف بين العنصر دوت والعنصر دوت، مثلا عايزين نضيف حاجة بين ده وده، فخلينا نعمل سيلكت كده على ده وده، على النوعين من العمود دول، وهقول له دول انا عايزهم ازودت element تبقى بالشكل دوت. نركب بقية العناصر التانية ونركز على دوت، وهنيجي هنا في connection وابدا احدد دوت العمود دوت والعمود دوت وادوس انتر، فبيبدا يعمل لي حاجة كده صغيرة كده كرمز للconnection. طيب انا عايز ابدا اضيف connection مظبوط، فبدوس على العلامة ديت، بلاقي هنا connection اهمت كل دول. تقدر تعمل سيلكت على الحاجة اللي انت عايزها او تقول له اول وتقول له اد، فتضيفهم للودابل كونكشن. تمام، بحيث ان انت لما تيجي تعمل سيلكت وتدوس على السهم هنا هتبدا تظهر لك انواع تانية من الكونكشن، تقدر تختار منها اللي انت عايزه، مثلا حاجة بالشكل دوت بالشكل دوت اهوت. فيبدا يظبط الكونكشن على الحاجه اللي احنا عايزينها. مثلا بالشكل دوت ممكن تدخل على موديفاي بارامتر وتعدل الخصائص، السيكنس مثلا ممكن تخليها 25 تخليها 30، اللاي اوت بدل بروجكشن تخليها توتال مثلا اهوت السيكنس وهكذا. المسافات دي تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز، الاوفس تعدل فيها زي ما انت عايز، الويلد تقدر مثلا بدل ما هم 6 تعدل في الرقم زي ما انت عايز هم الويلد تايب، وفي الاخر خالص بيظهر معايا الكونكشن بالشكل ده. وتقدر تعمل سيلكت من دوت وتقول له انا عايز اعمل كوبي وتحدد مثلا من هنا، من هنا دي يبدأ يعملهم بالشكل ده.